ورجعنا لكم مرة أخرى ومعايا ومعاكم المحاسب خالد الدرندلي، الأستاذ المحاسب خالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. هبتدي معاه بحاجتين، أقول له هارد لك وأقول له ألف ألف مبروك. ألف مبروك ولا هارد لك ولا مش عارف أقول إيه؟ لا هي لا دي ولا دي، دي حاجة لأول مرة تحصل في التاريخ. طب أنا أعتقدش إن أنا في حياتي أو في حياة أي حد إن بيتم إنهاء المدة أو حل مجلس وعودته في خلال 4 ساعات. هو كان القرار قبل ما يتاخد لازم يدرس. قرار ما درسش. والحاجات المستند ليها القرار غير واقعي. يعني احنا وبعدين احنا يا جماعه يعني احنا اليومين دول احنا في وقت مش جايين نصفي حسابات وجايين يعني مع كامل احترام الناس كلها انا ما احبش ان انا اطلع اهاجم حد ولا ولا عمري اتعودت ان انا اطلع اهاجم حد ولا احنا اتعودنا في النادي الاهلي على كده. يعني بس الواحد طالع بيفسر بيوضح للراي العام ان احنا مش حراميه زي الناس بتقول. الناس فاهمه ان المخالفات خلي بالك قبل اي حاجه انا كنت لسه في برنامج اخر والمفروض ان احنا عاده يعني ما ينفعش ان انا اطلع عمال على بطال كده. احنا اتعودنا على كده برضو في المجلس ده طبعا عشان بعرف مع استاذ معتز الدمرلاش طبعا مصر الجديده جديد. فما تعودناش ان احنا نطلع هنا وهنا ونلف ونعمل بس ولكن الأمور. ولكن انا جاي اوضح الامور وفي نفس الوقت جاي في عيش الضبابير زي ما بيقولوا. يعني عايز يعني عارف ان انا هيتعمل لي فخاخ وعارف ان انا هيتعمل لي هنا الناس بقى بتحذرني. قلت لهم لا بالعكس لا انا عارف ان خالد الغندور راجل فير وانا جاي اوضح وجاي يعني بواجه يعني واخد طيب. بالك باشمهندس خالد قبل او محاسب خالد مش عارف ليه باشمهندس ده خليتك مهندس. انتوا كنتوا عارفين بالقرار ده من بدري ولا اتفاجئت بيه النهارده؟ لا احنا اتفاجئنا بيه النهارده. انا كان عندي معلومات من كام يوم كده ان في اتصال يعني ببعض احد الشخصيات وبتاع ان في قرار ممكن يتاخد يعني ولكن برضو بعد عن تفكيرنا ان ممكن يكون اليومين دول وفي الوقت اللي احنا فيه ومن غير سبب يعني من غير سبب واقعي وليه يعني احنا كل اللي فاضل لنا شهرين ما تستاهلش ان احنا نهين النادي الاهلي يعني وندخله في قصه عمرها ما مرت بالنادي الاهلي قبل كده عمر ما حصل قبل كده ان يكون في انت بتشوفها حل ولا انهاء مد؟ لا بشوفها حل حل يعني المهندس خالد المفاجئ قال لي نفس الكلمه. انت مجلس منتخب وعدلت يعني ايام المهندس حسن صقر لما عدل قال ان اللائحه بتاعته الجديده هتتعمل الانتخابات بعد في حدود 3 اشهر من الميزانيه صحيح من 6 ل 9 اتمدلنا حوالي 9 اشهر او حاجه بنفس صحيح. الصلاحيات صحيح فالمره دي احنا نفس القصه الانتخابات ما تمتش والميزانيه اتغيرت من 30/6 الى 31/12 فيبقى 3 شهور لحد 3 واحنا ناس بنمشي حسب اللوائح والقانون. لما اتبعت لنا جواب من الجهه الاداريه قلنا ميعادنا حددناه 28 صحيح واستاذ علي كان معايا قال 27 28 يعني ما عندناش اي اعتراض عن اي حاجه يعني ايه ليه اللازمه مش عارف يعني. طب ما هو لحضرتك حاجه ما هو كلام جميل وكل حاجه بس اللي اتقال ان انتوا ابتديتوا تعملوا لائحه داخليه ولائحه داخليه هيتم مناقشتها في شهر 2 ومن المفترض ان انا بفتح باب الانتخابات قبليها ب 45 يوم صح كده؟ فانت دلوقتي هتقرها في شهر 2 وهتعملها بعد ما تقرها وتوافق عليها البتاع هتبتدي تفتح باب الانتخابات فمش هتبقى في شهر 3 كده. لا احنا الجدول بتاعنا اللي ماشيين عليه انتخابات في ميعادها. هتعمل الجمعيه العموميه في اول 2 خالص الجمعيه العموميه الغير عاديه بتبقى شهر قبل انعقادها بتخسر العضو قبلها بشهر. فاحنا لو عملنا الجمعيه العموميه دي بكره ولا بعده يبقى في شهر يبقى انت قبليها ب 45 يوم تلحق تعمل ميعادك الجمعيه العموميه اللي بتاعت الانتخابات. لا برضه مش كده يعني حضرتك احنا بنقول في بعد 45 يوم يعني شهر ونص. طب انت هتبقى قدامك شهر عشان الجمعيه تقام صح؟ انت عندك النهارده احنا كام؟ 16 ولا 18 النهارده ولا 17؟ انت في نفس الوقت كنت هتعمل ميعادك الجمعيه العموميه اللي بتاعتك العاديه في ميعادها. في ميعادها. انت مش خلال شهر بتقول؟ لا بس انا اوريدي محدد ميعاد قبليها ب 45 هعمل اختار بالانتخابات العاديه في 6/28 يعني انت اوريدي يمين شمال انتخاباتكم في 28 مارس اكيد طبعا ما فيهاش كلام يعني لا خالص اللي هي نفس الميعاد اللي حضرتك حددته بالظبط. طيب انا عايز اسمع حضرتك في 16 بند اعتمد عليه
وزير الرياضه لحل مجلس اداره النادي الاهلي، بتشوف ايه؟ بشوف القرار، ما القرار قول لي بقى، قول لي يعني قول لي انا عايز اقول حاجه. اولا البنود كلها، يعني انا عايز اقول برضو ان احنا ما بنجرحش في حد ولا بنهاجم حد ولا تعودنا على كده، وعمرنا النهارده لو كان قرار عشان قيل ان احنا هنجيب بلطجيه وهنمنع الدخول ومش هنسلم النادي، العكس خالص، احنا كنا هنتعامل برقي. اللي قال هذا الكلام كابتن مصطفى يونس، اللي جاله تليفون وان مجلس الاداره جايب امن هيمنع دخول خالص اللجنه المؤقته. لا لا خالص، احنا ما عندناش نيه كانت كده خالص. احنا ناس بنتعامل بمنتهى الرقي، بمنتهى يعني الوضوح. احنا كنا هنسلم النادي عادي خالص، ولكن في نفس الوقت بناخد اجراءاتنا القانونيه. يعني دي احنا مش هنتنازل عنها، اجراءاتنا القانونيه سواء داخلي او خارجي عشان يبقى واضحين. انما التسليم النادي والكلام ده عمرنا ما كنا نحط النادي الاهلي في صوره لا تليق بيه. تمام، فده كان هنستلم عادي خالص. الحاجه الثانيه ان احنا بنقول ان الاسباب اللي بوضح للناس ان احنا مش حراميه، وان احنا مش ما فيهاش اي حد خارج النص، يعني ان اللي اتقال ناس بتوصل لها معلومات ان تحويل الاموال عامه والنيابه، ان احنا بقى سرقنا وعملنا واختلاسات لا خالص، كل البنود قدامي اهي. اتحدى لو حد يقول لي ان حاجه منهم تستدعي مش يقال المجلس ولا كلها حاجات. طب ايه ابرز الحاجات اللي ممكن حضرتك تعلق عليها؟ انا بقول لك يعني انا امتناع مجلس الاداره عن تنفيذ احكام النهائيه الصادره من السلطات القضائيه ومنها من هيئه الاحكام. السلطات القضائيه دي اللي هي الفئات المستثناه. الفئات المستثناه احنا بيجي لنا يعني نقول هناخد في السنه دي 200 عضو او 300 عضو. الفئات المستثناه اللي هي الرياضيين، المهن الرياضيه، الشرطه والجيش، الصحفيين، القضاه. انت النهارده ليك اللائحه بتقول في نسبه من الاعضاء اللي بتاخدها، يعني انا النهارده هقول انا خدت 200 عضو او 300 عضو، انا ليا 2% من النسبه اللي انا خدتها دي فئات مستثناه. ما ينفعش النهارده ابقى انا باخد من هنا 120,000 والفئات المستثناه عايز يدخل ب 500 جنيه او 300 جنيه اخده واسيب الثاني. يعني انا اللي بعمله ده محافظه على النادي. طب ما انا هقول لحضرتك وليها نسبه. اتفق معاك على الكلام، بس في النهايه اللي يحدد ده هو حكم المحكمه. ايوه، حكم المحكمه في حدود النسبه. انا ما قلتش لا. طب ليه الاحكام بتبقى ضد القرارات الملاويه؟ بيقول لك لازم يدخل. طب يدخل ما يجوا يشوفوا ان احنا خدنا النسبه ياخد دوره. طب ما هو مش عندك محامي النادي الاهلي هو بيدافع؟ ما عندنا، ما ده اللي بنعمله. طب ليه القرارات بتتخذ او ما ده اللي بقول لك، بيصدر قرار ان هو من حقه يدخل. طب من حقه يدخل بقى، يدخل ايه؟ في حدود النسبه. انا النسبه عندي 2% من اللي انا باخده كل سنه. طيب في 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 حاجه ثانيه واتقالت لي من الصحفي احمد جلال، ما كان معايا على الراديو. قال لي ان في حكم محكمه اتاخد ضد شبكات المحمول اللي هي في ورا ملعب التتش في النادي الاهلي وورا ملعب مدينه نصر، وان شبكتين محمول وان اتخذ قرار بازالتهم من 2009 ولم يتم تنفيذ القرار. لا طبعا في استئناف ولسه ما شغال، دي حاجه. الحاجه الثانيه حتى لو في قرار ما استدعيش ان انا اتحل مجلس الاداره واتحول نيابه، انا مش حرامي برضه. خد بالك مثلا هشام قنديل رئيس الوزراء السابق عشان رفض تنفيذ حكم اتقبض عليه. لا بس احنا مستأنفين يعني. طبعا. وبعدين خلي بالك شبكات المحمول الحاجات دي في كل حته، يعني ما هياش حاجه مش جريمه يعني. هم خايفين انها تكون خطر يعني على يعني مش جريمه. وبعدين احنا بناخد منها مبلغ كويس، احنا بنعمل الكلام كله لصالح مين؟ من صالح النادي. انما بقى لما تمسك بقى ال 16 حاجه دول حاجات تضحك يعني. يعني ما ينفعش ابدا اقول مجلس اداره النادي الاهلي وهين مجلس اداره النادي الاهلي عشان مثلا هنقول الاعانه الانشائيه. الاعانه الانشائيه دي انت بتاخد 120,000 جنيه من العضو. الاشتراك لوحده مثلا 300 جنيه او حاجه، الباقي يعني انشائيه. بعض السنوات طلع انها رسم التحاق ما تعتبرش اعانه انشائيه. تمام. فنزلناها. انما لو قلنا خدنا بالكلام كده انها كلها اعانه انشائيه، هنقول ان احنا الاعانه الانشائيه دي 324 مليون جنيه اللي هم المفروض كانوا يتحطوا في انشاءات. طب انا مصاريف النادي هصرفها منين؟ انا الفلوس دي وظفتها وخدت عليها يعني مش ابروف يعني موافقه من الجمعيه العموميه وصدقت عليها، يبقى خلاص انا وجهت الصرف. ودي كلها الجهاز المركزي للمحاسبات قال دي ملاحظات اداريه. صرف هقول لك حاجه. انا بص في ال 16 حاجه انا بصراحه وقفت قدام حاجتين بس، يعني ممكن اتناقش معاك فيهم. تمام. الباقي عادي، انا شايف انه يعني عادي. يعني برضه انا عايز اقول حاجه، حته النادي ما وقفش مع 30 يونيو يعني كلام اول اخوانا وبتاع. لا دي يعني لا برضه دي انا ضدها، لكن انا فكره ايه؟
دلوقتي لم يفي المجلس بالتزاماته تجاه الدولة، ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض نادي الجزيرة رغم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاء المحصلة من العودات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها، بمخالفة موافقة المجلس الأعلى للرياضة، وفي أوجه ليس من بينها كل دوت دفع مستحقات الدولة للمحافظة أو أيضا الضرائب وزارة المالية رغم توافر المال، كما لوحظ تراكم الديون في وجود هذا المجلس. هنا السؤال يا باشمهندس، أنا دلوقتي أنا قعدت أفكر فيها، فأنا قلت مثلا أنا خدت، أنا بفتح الباب العضوية في 6 أكتوبر وخدت 324 مليون جنيه، المفروض 324 مليون جنيه باخدهم عشان أبني، رحت أنا صرفهم عشان أنا محتاجهم في النادي، ما أنا كده كده لازم 324 دول أجيبهم تاني عشان ابني، ولا انا غلطان؟ لا انا عايز اقول لك حاجه بقى، فانت كده هتاخر بنى الشيخ زايد لان انت صرفتهم في امور اخرى، وهتضطر تنتظر ان انت تصل لهذا المبلغ مره اخرى اللي هو مبلغ مستحيل في الوقت الحالي عشان تبتدي تبني من جديد. هنا في بقى هنا بقى السؤال، السؤال اولا الشيخ زايد ما ينفعش ان انا اخد من مصاري من النادي وادي الشيخ زايد، الشيخ زايد هيصرف على نفسه من متحصلات العروضات الجديده. تمام. دي حاجه، واحنا ماشيين على كده. يعني احنا ماشيين على كده، اللي عطل الشيخ زايد شويه ان التدفقات النقديه اللي ناتجه عن الاشتراكات ما كانش العدد المتوقع، احنا كنا الدراسه فيها 30,000 عضو. العمليه قلت خالص لظروف البلد الاقتصاديه. 10,000 مثلا؟ ولا حاجه، ما جاش 700. ياه. 700 عضو من 30,000. فانت عشان كده جالك تعثر. انما انت ماشي رغم كده ماشي، وهنفتح خلال 3 شهور او 4 شهور اول مرحله. طب وانت ما جمعتش فلوس منهم؟ جمعنا، هي دي اللي شغالين بيها. انما ما بتاخدش. ايه ايه ال 324 دول؟ ما انا هقول لك بقى، 324 دول، 324 دول انت خدتهم في خلال 10 سنين او اكتر، 14 سنه من العضويات الجديده من الجزيره. من الجزيره ومدينه نصر. الجزيره ومدينه نصر ملوش دعوه ب 6 اكتوبر. مدينه نصر في الغالب يعني. ملوش دعوه ب 6 اكتوبر. طب انت ال 324 مليون جنيه دول منهم على فكره في بعض السنوات ما كانتش مصنفه كاعانه انشائيه، كانت مصنفه كام رسم التحق. فلما نيجي نراجع حسابيا مش هيطلع 324 مليون، هيطلع جزء منه. انما اولا واخيرا كل انديه مصر ماشيه على هذا المنوال، طلع لي نادي في مصر الاعلان الانشائيه دي مسمى. انما انت بقى في حاجه رقم جميل جدا يعني، لو مشينا حسب الكلام اللي بيتقال ده، اشتراكات النادي اللي احنا المفروض نصرف عليها على النادي في خلال ال 10 سنين دول 59 مليون جنيه. تمام. مرتبات العاملين بالنادي غير الرياضيين، غير قطاع الرياضة، مرتبات العاملين بالنادي فقط في خلال الفترة دي 198 مليون. 198 مليون؟ مليون في العشر سنين. في نفس الفترة. دي مرتبات فقط. مرتبات فقط، مش الرياضيين. الموظفين. تمام؟ لو بتتكلم بقى على الـ 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 الأعضاء الـ الـ الألعاب الرياضية، النشاط الرياضي، 327 مليون جنيه. ده فلوس. ده فلوس. اتصرفت مع ال 198 مليون جنيه المرتبات الموظفين، ده اللي اتصرف. تمام. ما بيجيلكش غير حاجات قليله من بيع اللاعبين او حاجات قليله من من الفلوس كاس العالم للانديه والحاجات يعني دي. يعني انا بقول لك انا ده انا بتكلم على لو انت النهارده يعني. لو انت النهارده اعتمدت على 58 مليون جنيه او 59 مليون جنيه اللي جولك من الاشتراكات هتقفل النادي. هل احنا سرقناهم؟ ما اتسرقوش. اتصرفوا في حته ثانيه. في حته ثانيه، ودي خدنا موافقه الجمعيه. خدنا موافقه الجمعيه العموميه من الجهاز المركزي للمحاسبات اللي هو اقوى جهه رقابيه في الدوله. قالت لك دي ملاحظات اداريه وتم اعتمادها من يعني الجمعيه العموميه وافقت على ده. طبعا ما عندهاش مشكله في جميع السنوات السابقه. يعني كل ما بتصرفوا حاجه بتاخدوا موافقه جمعيه عموميه. هي دي القصه اللي هي جمعيه عموميه اللي هي دفع الفلوس. دي القصه اللي احنا عايزين نوصلها للناس. بس فاحنا الفلوس دي ما راحتش بره. توجيه انفاق. توجه من هنا بدل هنا، وراح فين؟ النادي الاهلي عنده واجب اجتماعي، واجب رياضي، واجب ثقافي. بنوجه المنتخبات بتاعتنا كل الالعاب النادي الاهلي ممثل فيها بنسبه كبيره. بنسافر نلعب في افريقيا، وبنسافر نلعب في عربيا ودوليا وافريقيا، وبنكسب وناخد كل الكلام ده. نصرف على الكلام ده منين؟ انت مش عندك برضو راعي يعني جاب لك حوالي 150 في 3 سنين؟ طيب ما انا بقول لك انت 150 مليون جنيه انت صرفته. صرفته منين؟ ما انت شفت مواردك قد ايه ومصروفاتك قد ايه. الفرق ده بقى اللي احنا بنسعى عليه. اللي احنا بنسعى ان احنا نجيب راعي. بنسعى نجيب بس فضائي منفرد. كل ده عشان نجابه الانفاق اللي هو قد عشرات المرات من
اللي بيجي من الاشتراكات. تمام. الحاجة التانية بقى الدعم بتاع وزارة الرياضة في خلال الخمس سنين اللي فاتوا احنا خدنا او صرفنا 798 مليون جنيه على جميع الألعاب بالمرتبات يعني كده. دعم وزارة الرياضة 9.1% 7,700,000 جنيه. هل يعقل النهارده عشان بس يقول لك ايه الوزاره بتدي؟ لا وزاره يعني احنا يعني احنا ناس بنحاول نمشي العجله بمجهوداتنا. فاحنا لما يوم ما احنا بنحاول نجيب قرش زياده ده ما حدش يزعل. الوزاره ادتكم كام لغايه دلوقتي؟ 7 مليون وشويه في خلال خمس سنين. طب معلش هسالك سؤال برضه، وما الناس اللي بتسال، طب يعني معلش مع احترامي انت ليه بتاخد من الدوله؟ يعني انا دلوقتي بصرف 800 مليون واجي اخد 7 في الاخر. سؤال طب ما انت برضو انت ما بتاخد بتقر ان الدوله بتساعدك بقى ما شاء الله 2 جنيه. الدوله ما تساعدني وانا مش بدي. ما هو في النهايه يقول لك ده نادي تبع الدوله. ما هو في النهايه يقعد يقول لك كده. ما انا عايز اقول حاجه، هو انا النهارده الدوله دي وانا بنفق فين؟ المنتخبات الالعاب الشهيده الهاندبول والفولي والباسكت والسباحه والكاراتيه والكلام ده بتجيب دخل؟ لا خالص. انا بصرف عليه كوره بس. عارف عارف انا بصرف كام في السنه كنادي اهلي دعم للالعاب الشهيده؟ ما يقرب من 60 مليون جنيه اللي ما بجيبش مليم. انسى الكوره، الكوره بتغطي نفسها. انما الالعاب الثانيه بصرف 60 مليون جنيه باخد ايه؟ لما باخد بقى 7 مليون دول عباره عن ايه؟ عباره عن فريق الهاندبول مسافر يلعب نهائي افريقيا، البطوله الافريقيه، فريق كوره من دول الثمانيه بياخد اعانات في السفريات، ورغم مليون جنيه اللي بناخدهم في بطوله افريقيا تمام مكافئات، ورغم ان احنا من 6 شهور اتمنعت علينا كل اي قرش يجي النادي الاهلي من ساعه ما قطار ابو زجه. ايوه مفيش دعم في السفريات كوره وغير كوره، اي سفريه افريقيه، احنا ما بنقولش سفريات مطلعين السباحه تتفسح ولا مطلعين لا احنا بنتكلم على بطولات افريقيه وعربيه ودوليه. طلعت كام سفريه في ابتداء من دور الثمانيه في. طب عايز اسالك سؤال على حاجه دلوقتي، امتناع مجلس اداره حسن حمدي من صرف مستحقات واجور العاملين لمده تجاوز 6 اشهر. أنا عايز والنهارده انا عايز اتكلم في النقطه دي، والنهارده قال لك في واقفه ومعرفش مين جه مشاها وبعد كده رجعوا تاني. انا عايز اوضح الكلمه دي عشان برضه الساده المشاهدين يعرفوا يعني. استاذ خالد احنا المرتبات اللي احنا عملنا هيكله، وانا كنت مكلف من قبل مجلس الاداره بعمل الهيكله العاملين بالنادي، الحمد لله اتعملت حاجه ممتازه. واقرينا في الهيكله ان احنا عملنا مرتب يعني عايز اقول لك ان النهارده بياخدوا اضعاف عن الاول. المرتبات دلوقتي بقت برضو عملنا 7 شهور مكافاه غير 7 شهور غير ال 12 شهر. 7 شهور عباره عن 4 شهور للاداء كل 3 اشهر شهر، وعملنا شهر العيد وشهر ورمضان رمضان والعيد صغير والعيد الكبير 3 شهور تمام. وافريقيا والدوري شهر وشهر لو اتاخدوا تمام واتاخدوا انت بقى عملت ايه؟ كانوا عاملين ليهم مستحقات من سنوات سابقه. احنا مع في عز الازمه اللي البلد كلها فيها استنقصنا هذه الشهور من ان احنا ايه؟ هم ليهم السنه دي 7 شهور هم خدوا 11 شهر لحد دلوقتي غير مرتبهم من ال 12 من غير مرتبهم كان بياخدوه. مفيش معامل ما قبضش مرتبه وحد يقول لي طب ليه بيعملوا كده بقى؟ عايز حد يقول لي مرتب ما اتصرفش في شهر، مرتب المرتب الاصلي بيتصرف. المكافاه انت ليك 7 شهور، انت السنه دي صرف 11 شهر، السنه اللي فاتت دي 11 شهر منهم الحاجات الايه القديمه، هم لسه ليهم 3-4 شهور. بس انت معناها انك بتعمل ايه؟ كل ما بيجي لك فلوس بتصرف شهر وبتصرف شهر تاني وبتصرف، لما تصرف 11 شهر في مؤسسة بتعاني من 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 حالة ركود، مفيش حاجات كتيرة، نشاط متوقف، مفيش عقد رعاية فيه مشكلة، البث الفضائي فيه مشكلة، رد المباريات فيه مشكلة، مش كل ده واقع. لما تصرف 11 شهر وانت المفروض تصرف 7، يعني صرفت من سنوات سابقة، لسه في 3-4 اشهر كمان اللي هو افريقيا اللي خدناها. طب ممكن اسال سؤال؟ طب معلش مع احترامي برضه، ان انتوا عاملين حاجه كويسه للعمال وان انتوا بتديوا لهم مكافئات مش موجوده في انديه اخرى، ليه بيطلعوا يعملوا كده؟ مزقوين في بعض منهم الناس بالعكس من الاخر يعني. طبعا في دي فئه صغيره جدا لما تعد من الاخر انت عندك 1500 عشان في كلام اتقال لي ان ده بالاتفاق مع وزاره الرياضه. ما يا كابتن انا مش هتدخل ولا حاجه. انت بتقول لي مزقوين يعني ما معناها كده؟ انما انا بقول لك العمال عندنا معظمهم
مش معظمهم 99% منهم. انت عندك 1500 عامل، لما يطلع لك 20 30 واحد يعملوا لك وقفه بقوا لهم ال 1500؟ لا طبعا، لا طبعا. اللي حصل غير كده خالص. والناس معروفه. انما يا جماعه بالواقع في النهارده شركات قفلت، في مؤسسات قفلت، في ناس ما بتدفعش المرتب الاصلي، في انديه ما بتدفعش المرتب الاصلي. لما انت كنادي اهلي تيجي تدفع 11 شهر فوق المرتب يبقى انت عملت انجاز. طيب هسالك سؤال، انتوا عرفتوا الموضوع ده الساعه 4؟ اه. إيه عملتوا الاجتماع امتى؟ كنتوا في النادي الساعه كام؟ بص احنا كنا في النادي كنت انا وكابتن حسن ولواء حسن مسعود كنا قاعدين قعده شغل كده وقبل وبعدين اتفقنا ان احنا نتفرج على الماتش، هنقعد نتفرج على الماتش اللي هو الرجاء. فبس وده اللي حصل. وبعد يعني كده الباقي جم وعملتوا اجتماع الساعه 6 مثلا؟ مش اجتماع، احنا قاعدين بنتباحث. بس في ناس جم، في ناس كثيره جت. ابراهيم معلم، احمد شوبير، الناس دخلوا علينا واحنا قاعدين. هل حضروا معاكم الاجتماع ده؟ مش اجتماع، احنا قاعدين بنشوف ايه يا جماعه هيحصل، ايه التطورات، ايه البتاع ده. مش اجتماع رسمي. اتقال كلام صداقه الاستاذ ابراهيم معلم بحازم البلاوي كان ليها دور. عايز اقول لك حاجه، هل يعقل ان بلد مشغوله فيما هو اهم دلوقتي؟ دستور، اعلان نتيجه الدستور، انتخابات الرئاسه، انتخابات مجلس الشعب، كيان الدوله بيتغير، وهنقعد نقول لفلان كلم فلان؟ معلش محترمي، طب وازاي حازم البلاوي في ثانيه كده راح طلع الغاء؟ لان القرار غير مدروس. القرار غير مدروس، والقرار امنيا غلط، والقرار يعني انت عشان تاخد قرار زي ده ما ينفعش تاخد جره قلم كده. صحيح امنيا. في حاجه ثانيه انا عايز اقول لك، بس عايز اقول لك حاجه، هو الغاء ولا تجميد؟ انا ما اعرفش بقى، انا يعني الكلام اللي جاي لي ان هو تجميد القرار لحين دراسته، لحين دراسته امنيا. خلي بالك يا استاذ خالد، عمره ما هيطلع يقول لك الغاء قرار الوزير، برضه هيبه الوزير، ما لازم هيقول لك ليها مبرر وبعدها الغاء. وبعدين عايز اقول لك على حاجه ثانيه، من ضمن الكلام، معانا تليفون، من ضمن الكلام معانا مستشار خالد زين بس على التليفون. ماشي سيادة المستشار خالد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ازي حضرتك؟ حبيبي لا والله أنا مبسوط من المناقشة وسامحها وجميلة جدا. ربنا يخليك يا أستاذ المستشار. رأيك فيما حدث اليوم يا سيادة المستشار؟ والله أنا يعني زعلان على اللي بيحصل ده، لأنه البلد مش محتاجة تشك كل شوية، قرار غير مدروس يطلع يعمل قلق وعدم استقرار في الهيئات الرياضية. وأنا قلت للأخ طاهر من بداية ما استلم وهو معايا في المكتب، ارجوك تريس، ومش عايزين اولا البلد زي ما كابتن خالد الرمدالي بيتكلم، انت محتاج قراراتك تبقى مدروسه. احنا حصل مشاكل بين النقابه المهن الرياضيه واللجنه الاولمبيه والاتحادات الاولمبيه والغير اولمبيه والانديه الجماهيريه، واحنا داخلين في صراعات على طول ومشككين ان الدنيا كلها حراميه، وقلنا رموزنا مش مظبوطين. وانا قلت ونصحت، محدش عايز يسمع. انا اللي انا عايز اقوله، انا يعني بدعو من الله ان احنا نطوي هذه الصفحه. وطاهر انا برضو بقول لغايه دلوقتي مهما منه فهولها ابو جلندي له احترامه، وانت تعلم خالد غندور ان اللعيب الاولمبي ده احنا بالنسبه لنا يبقى ليه وضع خاص، لكن مش معنى يبقى في وضع خاص انك تاخد قرارات تاذي بيها الوسط الرياضي كله. انا مش عايز اقول لك انه في فرحه عارمه في الوسط الرياضي، ده انا ما بقتش مصدق. يعني النهارده انا قلت يا جماعه يا استاذ يعني نشوف، ده قرار مش مظبوط. الدوله احنا فرحانين بالدستور وفرحانين الجو بقى جميل. هو تخيل دي زي ما حصل برضو في الماتش بتاع كره القدم، ان يجي يحل الاتحاد او كذا. انا قلت له، قلت المستشاري امبارح، لو صدر هذا الكلام هيبقى مخالف نص الماده في دستور مصر 2013 في الماده 75 و76، وده مخالف. طب اقول لك حاجه بقى يا سياده المستشار، بمناسبه ان انت يعني مستشار خالد زين رئيس لجنه الاولمبيه المصريه وزملكاوي. طبعا. القرار بتاع ممدوح عباس لم يجد نفس الصدى اللي احنا شفناه دلوقتي، ولا لسه لم يكن في اصدار دستور جديد؟ يعني الناس برضو لم يجد تدخل من الدوله عندما اتخذ قرار ضد الاستاذ ممدوح عباس، وهو في النهايه انا قلت ولا تحول النيابه ولا اتقبض عليه ولا اتقبض على اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، ولا تم اتهامهم بموت وقتل عمرو الوايت نايتس اللي قتل في شارع وادي النيل، ولكن في النهايه لم نرى نفس قوه الرد على الوزير. شوف انا 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 هقول لك حاجه يا كابتن خالد، انا نتكلم بموضوعيه. يعني انت عارف انا يعني زملكاوي صميم، انتمي لهذه القلعه البيضاء، اعتز بهذا.
ولكن النادي الاهلي ليه مستقر يعني مجلس ادارته مستقر وفرقته بتاخد بطولات وكده، الوضع مغاير. والله الواحد بيستغرب يا اخي، حتى معظم المنتخبات من عندهم، ودي حاجه مزعلاني شويه بس مش بلاش حسد معلش حته كده يعني. اللي انا عايز اقوله، لا نادي ناجح، حسن حمدي ناجح الحقيقه. بس احنا عايزين نقول ايه، لابد ان يكون هناك قرار موحد. يعني ايه انا دلوقتي بمشي على القانون، مش بمشي ان مثلا الاهلي بياخد بطوله او الزمالك ما بياخدش. انا مش ده مجلس ممتد ليه وده مجلس ممتد ليه. المفروض ان القانون يكون واحد على الجميع، ولا مش متخيل يعني انا بكلمه ممتد دي مش عايز انها من غير قانونيه. ايه كلمه ممتد؟ ده كلمه غير قانونيه. عارف ليه؟ ليه بقى؟ اولا انتخاب المجلس الاداره بيبقى 4 سنوات وبينتهي بنهايه ال4 سنوات. هو مجلس ممتد منتخب. بص هقول لك ليه. ايوه منتخب كويس قوي كده. منتخب ليه بقى؟ لانه يا كابتن خالد، انت النهارده تم انتخابك من جمعيه عموميه، ما يشيلكش الا جمعيه عموميه، او انت تم احالتك للنيابه او حكم قضاء. ايوه بس الكلام ده لو انت في وقت ال4 سنين، مش بعد نهايه ال4 سنين. لا لا لا، قانون الهيئات القديم اللي هو في عدم دستوريه الان. وده اللي يمكن خلى طاهر، لان انا كنت بكلم امبارح تحديدا احد الساده المستشارين وقلت له خد بالك لو اي قرار هيتعمل بعد صدور الدستور هيبقى باطل، لانه هيخالف نصوص مواد الدستور في مواده 75 و76 و84 كمان. طب 75 دي مش هيئات اهليه؟ هل النادي الاهلي هيئه اهليه؟ اهليه طبعا. ليه بقى؟ طبعا. ايوه ده في اللائحه بتاعتنا والله. هيئه اهليه. طبعا. غير هدف الربح. علي السيسي قال لي لا مش هيئه اهليه خالص. هيئه غير هدف الربح. تمام. انا في نقطه عايز اقولها. اتفضل. انا لما لقيت كابتن طاهر مصمم ان انا اشيل كلمه المواثيق الاولمبيه في الماده 84، فانا قلت ما فيش خلاف، حط المعيار الاولمبي، المعيار الدولي. ودي اشمل. بس انا اللي هو ما يعرفوش ان انا اشتغلت على مواد اخرى في الدستور، منها المادتين اللي انا شريفة الذكر 75 و76. تمام. معنى هذا ليس له الحق في التدخل الا في المحاسبه الماليه، وده حق اصيل للدوله. لو في مخالفه تستدعي النيابه العامه، مين؟ محدش يقول لك لا، لكن مش من حقك تحل بدون سند قانون. المهاترات والكلام ان احنا قلنا الدنيا كلها حراميه والدنيا كلها فساد، الله في ايه؟ وفي اخطاء. وانا نصحت كابتن طه وارجوك، انا يعني من اول يوم جه تعالى نحط ايدينا في ايدين بعض ونعمل قانون، تعالى احنا عايزين نعمل شغل كويس. انت النهارده قطاع الرياضه كله مهدد. النهارده معظم الاتحادات سرحت منتخباتها. النهارده عندنا مشاكل الانديه، ما في يعني كل الدنيا المنظومه الرياضيه كلها. وبعدين انا عايز اقول حاجه، المشكله ما بقتش مشكله كابتن طاهر او العمري او حسن صقر، هي كما يبدو من الناس اللي موجودين حوالين الوزير داخل هذا القطاع. هم دول انا بقولها. تعرف يا استاذ المستشار، والله يعني عايز اقول لحضرتك حاجه. انا دلوقتي يعني انا فاكر مرتضى منصور مثلا، مستشار مرتضى منصور تقريبا كسب 19 قضيه من الوزاره. لا اكتر، حوالي حاجه 20. صح. وانا دلوقتي اللي عايز اقوله، المستشارين اللي هم حوالين الوزراء او مجلس القومي للرياضه، رئيس مجلس القومي للرياضه، عندما تخسر الوزاره والمجالس القوميه للرياضه والشباب كم من القضايا 23، يبقى في حاجه غلط. ده كلها غلط المنظومه. بس اللي انا عايز اقوله، انا النهارده اللي بقوله لك يا كابتن خالد وبقولها لك، العاملين داخل الوزاره بعض منهم هو سبب هذه المشاكل. وليه؟ لانه الوزير لما انا النهارده لما في عندك انت مشكله وانت الوزير، هذه تعرض عليا اقول لك والله عندك اسامي ولا مش حابب تقول اسامي؟ لا لا لا، هم عارفين نفسهم كويس قوي، وان شاء الله تمام هلتقي بيهم قريب. شكرا سياده المستشار خالد زين. نرجع تاني ونقول لحضرتك اجتمعتوا كلكم. انا عايز اقول حاجه بس هنا. فضل. الحته اللي انا كنت لسه بكملها، ان ما نقول لك قرار غير مدروس ليه؟ احنا لسه معتمدين دستور 90 عشان ننجحه. والحمد لله نجح. وطلع انه نقوم نخالفه. طب انا هقول لك حاجه، ما تزعلش مني بقى. هو ما خالفوش. لا خالفه. هقول لك ليه؟ هو القرار طلع امتى؟
لا دي قصه ثانيه. اه والله دي قصه. مش القرار طلع الساعه 4؟ دي قصه ثانيه. لا قبل اقرار الدستور واعلان رسمي. الساعه كام؟ ايه؟ اتعدل امتى؟ اتعدل بعد البدايه. خلاص ما هو اتعدل. ماشي ما هو قرار مدروس. وما في حاجه بقى انا عايز اقول حاجه. يعني انا قصدي ان هو تم اتخاذه قبل الاعلان الدستور. يا جماعه احنا احنا النهارده الدستور طلع ماشيين عليه بقى. هنقعد نقول قبليها اصل ايه؟ قبليها بساعتين ولا لا؟ انما انا بقول حاجه من ضمن الحاجات الموجهه لينا مخالفات ان احنا ما وقفناش مع 30 يونيو والكلام ده واخوان في الدوله. ده بيعمل تفتت يا جماعه في النادي. مش في النادي، في 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 مصر. احنا بنلم الشمل ولا بنفتت؟ بس انت مش شايف يا باشمهندس ان في فعلا في النادي الاهلي على غير العاده ان في حاجه مش طبيعيه برضو؟ هقول لك حاجه. يعني خلينا النادي الاهلي نادي وطني ونادي. انا عايز اقول لك حاجه. لكن اللي حصل اتفضل. انا عايز اقول حاجه. احنا عمرنا ما بنقول احنا لا سياسه ولا دين، ولكن من يعني هيصدر منه اي حاجه تخالف هذا المبدا بيعاقب. صحيح. او يعني النهارده احمد عبد الظاهر راجل احنا كل الناس بتشيد بيه حقيقه. فلما تيجي النهارده تقول احمد عبد الظاهر عمل كذا وكذا وكذا، ايه القرار اللي اتاخد؟ انا كنت معاك مره وقلت لي القرار صعب. صعب. يعني مستحقاته في هذه البطوله، عدم مشاركته في بطوله العالم للانديه، عرضه للبيع عشان مجرد ظهر بحركه استفزت الناس او واحنا قايلين النادي الاهلي لا سياسه. وما حصل برضو ان الالتراس دخل شلته مدير النادي بس مثلا ما الى الحاجات عشان نفتكر برضو مع بعض. فالنهارده احنا بنقول ايه؟ لا ده ولا ده. كون ان انا بقى النهارده عندي ناس لما البلد فيها ناس كل واحد وميوله، بس احنا بنقول ايه؟ ما حدش يظهر يدخل السياسه. الم يتم تعيين البعض بعد ما الاخوان سيطروا مثلا؟ دول مع التعيينين من قبل كده. يعني مثلا قيل ان اخو يعني صفوت حجازي. الناس بتهاجم اخو صفوت حجازي في الاكاديميه. دي عايز اسالك سؤال. هو اخو صفوت حجازي لما كان متعين من قبل ده؟ من قبليها على فكره. من زمان يعني؟ طبعا من زمان. يعني الناس بتربط. هل الناس عايز اسالك حاجه؟ الناس بتهاجم هادي خشب مثلا بينتمي للاخوان عادي. الناس دي موجوده من امتى؟ هادي خشب صدر منهم حاجه كويس. صدر منهم لا. حاجه بصراحه لا. دي الناس ولاد النادي وتعلموا في النادي ولعبوا في النادي. تعيين مجدي طلبه مثلا وبعد كده رحيله وعوده عادل القيا مره اخرى. ما كانش له دعوه. لا ده هنا عشان يعني حسينا ان مجدي ما اداش. هو مجدي فني اكتر ما يكون هو في التعاقدات والحاجات دي. الكابتن عدي برضو محترف الكلام. طب ده طب ايه اللي خلاكم تفكروا في مجدي عامه؟ يعني مجدي كان بعيد تماما عن الموضوع. ما كان ساعتها هو موجود في الجهاز. هو مجدي موجود من امتى في النادي؟ هل هو مجدي اتعين ايامها؟ مجدي كان في الجهاز قبليها. انا اقول لك على حاجه. مجدي كان في الجهاز الفني للناشئين. مش كده؟ احنا اللي عملنا ايه؟ حطيناه في تعاقدات لما الكابتن عدي طلع معاش. مش كده؟ لقيته في يعني اشمعنى مجدي؟ لعيب عنده كبير. خبره فني كبير حريف. عاش بره. لغه يعني هتقدر تستفيد بيه. تمام. بس ما تعينش لسبب تاني خالص. فرحته ما لقيته الموضع لم ينجح. قعدته مره اخرى كابتن عدي. كابتن واصبح المتحدث الرسمي. المتحدث الرسمي ومستشار المجلس للتعاقدات. والتسويق الرياضي. فيعني اقصد احنا عمرك ما هتيجي النهارده في يوم وليله تقول انا همشي فلان. فطالما ماشي في الحدود واللوائح بتاعتها خلاص. طيب نرجع تاني لبعض القرارات. يعني مع ان شايف ان ده محرجه شويه، ولكن في النهايه صدور قرارات بمنع قيادات مجلس اداره من التصرف في اموالهم زي كابتن حسن حمدي او صفوان ثابت. على العموم القرارات دي كانت قرارات بعيده عن النادي الاهلي. يعني كابتن حسن حمدي في الوكاله دي حاجه الاهرام. وبعدين عايز وصفوان ثابت دي قضيه برضو دي النهارده. كابتن خالد لو اي حد النهارده جه قدم فيك شكوى كيديه او غير كيديه بيحقق فيها ولا ما بيحققش؟ صحيح. بيحقق. يبقى انت دلوقتي مدان ولا مازو يرجع ضدك حكم؟ تبقى بريء حتى تثبت ادانتك يعني. بس النهارده هل النهارده طب ممكن بقى مليون واحد يجي يقدموا شكاوى فينا كلنا؟ ما هي مش شكوى، انا هي قضيه. والكفاله كانت حفظت قبل كده كذا مره. مليون جنيه حفظت قبل كده كتير. طب كفاله مش شايف حضرتك ولو 2 مليون معناها انها يعني في حاجات على ارض الواقع؟ معلش بس هل في حاجه في الاخر العبره بالايه؟ القانون. القانون بيقول ايه؟ واللوائح والدستور. لما تطلع حكم قضاء. مفيش حكم قضائي. فاحنا ماشيين. ولما زي ما بنقول الدكتور حازم البلاوي لما طلع القرار، هو طلع القرار بناء على ايه؟ بناء ان الكلام ده غير مدروس. مدروس من ايه؟ ان مفيش حكم قضائي طلع على اي حد. طيب ارجع تاني، مين اللي حضر النهارده من داخل المجلس وخارج المجلس يعني؟ وكان الحديث في ايه؟ احنا كنا قاعدين على فكره. بقى لنا فتره وقاعدين بنتكلم وهنعمل ايه. كنتوا في الجنينه بقى ولا جوه الاجتماع المجلس؟ مش اجتماع المجلس. احنا كنا قاعدين قعده عاديه خالص، لان كنا قبليها قاعدين بنناقش موضوع البث.
تمام. يعني كابتن حسن حمدي، انا كنت انا وكابتن حسن استاذ خالد رندالي، مهندس خالد مرتجي. لا الاول خالص كنا انا وكابتن حسن، تمام، واللي هو حسن مسعود، تمام، ادينا احنا الثلاثه عشان قضيه البث، ومعانا الاستاذ محمد فتحي بالاداره القانونيه المحليه، مش رئيس التحرير بتاعي يعني واهلاوي وبطل اهلاوي. فكنا قاعدين بعد كده الماتش ومش الماتش، وقالوا كنا احنا متفقين هنقعد وهنتفرج على الماتش في النادي، تمام، من قبل ما يظهر لما حصل كده بقى مين اللي جه بقى؟ اللي جه بقى كل الاعضاء المجلس؟ لا جه خالد مرتجي ومستشار محمود فهمي كان اصلا موجود، تمام، اللي هو بيعد اللائحه دي، بنعد. فجه المستشار محمود قعدنا بقى نتكلم فيه مساء، وجه الاستاذ ابراهيم معلم، وجه الاستاذ ابراهيم معلم، وجه الكابتن احمد شوبير، دول جه اخر ربع ساعه قبل ما انزل اجيلك يعني، تمام، يعني دول مش قلتوا ايه بقى في الاجتماع؟ ولا حاجه، بتتكلم على ما سيحدث يعني. حضرتك قلتوا هتشتكوا اللجنه الاولمبيه الدوليه والاتحاد الدولي، إيه؟ لا يمكن هنسلم النادي، قلتوا كده هنسلم النادي، ودي حاجه عمرنا ما نحط النادي الاهلي في موقف لا يليق بيه، تمام، ده مبدانا، تمام، هنسلم النادي، هناخد تصرف حضاري، مش هنعيب في حد، هنطلع في القنوات الفضائيه لو طلعنا مش هنعيب في حد، كلامنا كله باحترام، بس بنبرر ونوضح الصوره للراي العام ان احنا مش ناس مدانين ولا اختلسنا ولا عملنا، احنا بنبرر وبنرد على الاتهامات الموجهه لينا، انما هنشتم في حد او نغلط في حد لا يمكن، النادي هيتسلم. ولكن احنا كنا بقى بنناقش في حاجه ان احنا ما هنتبعه بقى، هناخد ايه خطوات قضائيه من حقنا ولا مش من حقنا، قاعدين بندرسها. طيب من ضمن الحاجات طالما بتتكلم على لجنه البث، رفض مجلس اداره قبول اراده الانديه التي فوضت اتحاد الكره في التفاوض مع التلفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباراه الدوري العام، ورفض نسبته المقرره من حصيله هذا البيع الجماعي، وقرر بيع منفرد رغم رفض الجهه الاداريه وعدم قانونيه البيع المنفرد. ويعني ما معناها يعني ان انتوا كمان من ضمن الحاجات اللي هي اما لجنه الانديه والكابتن حسن حمدي بقاش الرئيس، فرغم ان هو اللي عمل لجنه الانديه، الكلام اللي موجود هو رغم ان هو اللي عمل لجنه الانديه وما بقاش رئيس فمشي وباع منفردا، فلو كان اصبح رئيس اللجنه الانديه كان سيبقى النادي الاهلي. لا ما كانش هيجيب 70 مليون، كان هيبقى اكثر من 70 مليون. طب ما هو السنه اللي فاتت كان رئيس لجنه وما جابش حاجه. معلش كانت الظروف مختلفه السنه دي. ظروف ايه يا باشمهندس؟ ابو زنزي كان معاك ابو تريكه السنه اللي فاتت وحسام غالي وبركات. يا كابتن خالد معاك السنه دي مين؟ يا كابتن خالد تسويقيا انت اعلى السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كانت ظروف غير السنه دي، انت السنه دي البلد استقرت، البلد هدت. ده مليان ارهاب. انت هتقارن شويه في سؤال انت السنه دي حالك سياسيا زي السنه اللي فاتت ولا في تقدم؟ السنه اللي فاتت كان في رئيس وكان في معلش لا لا بس لا 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 الدنيا مختلفه. النهارده انت حالك مختلف خالص، انت النهارده عندك امل انك تكمل الدوري، السنه اللي فاتت ما كانش عندك. يعني انت حضرتك شايف ان تسويقيا افضل من السنه اللي فاتت؟ طبعا السنه دي افضل، السنه اللي فاتت كل حاجه اللي اتاخد 28 مليون معلش اتلم 18 مليون لغايه دلوقتي. معلش انت النهارده البلد كلها حصل فيها طب ماشي لو السنه اللي فاتت 28 مليون يبقى السنه دي 70 حلو قوي. لا كان هيجيب اكتر. وبعدين اسالك سؤال، لنفرض النهارده ان النادي الاهلي فجاه جالك حد وعرض عليك وقال لك انا هعمل، طب ما اعمل مزايده، طب ما اعمل كذا، قال لك افرض ما كانت الفكره دي ما كانتش موجوده قبل كده. هو الناس يا جماعه هتحاربنا لما ننمي موردنا؟ انا بستغرب يعني، هو احنا عملنا حاجه غلط؟ هم بيربطوا ان النادي الاهلي كان هيبقى رئيس لجنه انديه وكانش هيبيع بيع فردي. لا بالعكس، لا لا خالص، احنا كنا بنفكر الكلام ده من السنه اللي فاتت ومدروس وبندرس. كابتن حسن حمدي قال في التقرير ان مجلس الاداره كان ضد قراري ان انا ضد قراري ان انا اخلي النسبه واحده بيننا كلنا السنه اللي فاتت. طبعا ما ده اللي كنا بنقوله. طب اذا يبقى احنا السنه دي عمل اللي هو عايزه ضد قرارات الاهلي السنه دي. لا انا بتكلم على ان احنا السنه دي لينا وجهه نظر مختلفه عن قبل كده. احنا السنه دي عايزين اي قرش زياده والظروف احسن. طب هسالك سؤال، هل الاوضاع اللي حصلت دي وطار ابو زيد وبعد كده رجع حازم ببلاوي، هل ده ممكن يخلي النادي الاهلي يغير في رايه في موضوع البث، ولا ما زال موضوع البث ده موجود وان السي بي سي او شركه المستقبل واخده ال 41 مليون جنيه؟ الماتش جاي امتى كابتن خالد؟ الماتش جاي يوم الاربعاء. يوم الاربعاء ده؟ وده اللي كنا قاعدين عشانه النهارده. طب يوم الاربعاء ده انا عايز اعرف حاجه، يوم الاربعاء اللي جاي ده وانت كنت قاعد، الاربعاء جاي ده ماتش الاهلي، التلفزيون هيبث ولا مش هيبث؟ هتذيعوا انتوا في قناه الاهلي ولا مش هتذيعوا؟ هتذيعوا في السي بي سي ولا مش هتذيعوا؟ النهارده بنبعت جواب في كل الدلائل واللوائح اللي بتسندنا ان ده حقنا قانونا، تمام، ان احنا نبث، تمام، وبعتين الجواب ده للتلفزيون، تمام، ومستنيين الرد. فكنا لسه عندنا بكره مناقشات واحنا رحنا انا وكابتن الخطيب قابلنا استاذ الامير. صحيح ما انا عارف ويعني الحقيقه ما اعرفش ايه اللي حصل يعني المهم يعني عملنا كل زي الكتاب ما بيقول يعني. انما النهارده عايز اسالك سؤال، لو انت النهارده قاعد كده
في بيتك وجالك ملاك من السماء وقال لك انا هجيب لك كذا بدل كذا، هتقول لا انا خلاص ماشي؟ لا هجي لك. انت عايز اي حاجه تنمي مواردك، واللي بنعمله مش بنعمله غلط، هي الفلوس دي داخله. ايه الفرق جيبي. طيب بين السي بي سي، فلوس السي بي سي السنه دي في الماتشات، وما بين اللي كنت هتاخدوه من لجنه الانديه او احنا كنا هناخد من لجنه البس الجماعي السنه دي 6 مليون و 300 الف من اصل ال 70 مليون. ايوه. ليه؟ كان كل الناس زي بعض ولا ايه؟ انا بقول لك كان كل الناس زي بعض. انا بقول لك دي نسبتنا، ومع السي بي سي هتاخد 41 مليون. مليون. طيب انا كنت بسال، انت سمعتني النادي الاهلي ملوش علاقه، بس مع احترامي يعني، هل السي بي سي هل يعقل يعني ان ماتش الاهلي والرجاء الدور الثاني ب 600 الف دولار، وماتش مصر وبوسنه وهرسك ب 50 الف دولار، وماتش ودي مع الكويت كويتي كنت هتروحه ب 200 الف دولار، يعني هل ده يعقل؟ كابتن خالد ولا انا ماليش دعوه. كابتن خالد لنفرض واحد جه اداك 10 مليون هتقول له انت دفعت ليه؟ انا واخد خطاب ضمان. بس هتسال ليه بتعمل كده؟ انا مالي؟ انا نادي عايز مواردي. واذا كان في بقى برضو الكلام اللي بيتقال ان الكابتن حسن له علاقه او الكابتن حسن والله اللي له حتى علاقه، حتى لو له علاقه اللي له علاقه وبيفيد النادي على راسي من فوق. النهارده لو انا هجيب في الماتش 10 مليون جنيه مش عايز اقولها بالبلدي يلبس في الحيط، هو انا مالي؟ فهمت قصدك. انا عايز جالي خطاب ضمان بالكلام ده، واحد هيدفع فلوس وماشي قانوني يبرشق يعني اسمه الشبرق الغاوي ينقط بطاقته براحته. انا مهم انا في كنادي الاهلي اخد فلوس، انا استفدت ولا لا؟ واذا كان اوريدي من حق اي نادي يعمل كده هيقف. اي نادي عنده الفرصه يعملها، اهلي زمالك اسماعيلي اللي عنده فرصه يعملها. احنا يا جماعه حسب امكانيات بقى علاقاتك وحسب امكانيات ناديك وثقل ناديك في الـ في الـ في الجو الرياضي المجتمع الرياضي بيع نفسك وشوف سوق نفسك. ليه ابتدى يقال ان في مشاكل مع وكاله الاهرام بعد ما الكابتن حسن مشي، وان الوكاله هتفسخوا مع الوكاله قريب، وان انتوا بعد كده هتروحوا المستقبل؟ كلام لا لا لا، هي عايز اقول حاجه. هي وكاله الاهرام دي قصه معروفه يعني، مش هتستخبى. عندها يعني الفتره اللي فاتت مش عايز اقول يعني ان كان في عندها حاجه ضد كابتن حسن يعني؟ لا خالص، ان في طيب؟ توجهات نقديه مش ضد الاهلي ولا بتاع، كان عندهم التزامات او يعني الاداره السابقه او يعني ما لهاش مش قادر اوصفها، ولكن مشكله عندهم حاليا معطلنا فلوسنا، انما فلوسنا كل ما بنروح ونتكلم وبنقعد. طب هل فلوسكوا دي هتتجدد وهتدفع؟ لا، هل فلوسكوا دي متعطله فعلا ولا بسبب ايقاف الدوري وايقاف النشاطات والحاجات دي؟ لا لا لا، هي متعطله فعلا. ايقاف الدوري ده احنا اتخصم منه وقعدنا عملنا حاجه. اتخصم منكم فعلا 30 مليون لغايه دلوقتي؟ لا لا، احنا اتخصم مننا نسبه اللي هي كانت 25%. يعني حوالي 30 مليون؟ 25%. بس 30 مليون. لا 30 مليون 25% في الموسم. ماشي، ما هو ال 25% في الثلاث مواسم من الـ 50 السنه الواحده. ماشي يعني ماشي، في النهايه الثلاث سنين هيبقوا 30 مثلا. لا، مش هتخصم ثلاث سنين لو الدوري ده كمل السنه دي، مش هتخصم حاجه. يبقى انت خصمت اول سنه 25 وثاني سنه 25. لا، اول سنه كان اقل كمان، اول سنه كان 14%. يعني فاهم قصدي؟ يعني انت طيب. على حسب نسبه المباريات اتلعبت. طب هرجع لك تاني عشان برضو دي مشكله هتثار. انا دلوقتي بعت جواب للتلفزيون وشرحت له النادي الاهلي ليه حق في كل حاجه. جه التلفزيون قال لك انا ما بديش شرط البث، او هتحصل تحدي. بص، هو في مشاكل، ايه اللي هنوصل لفين؟ في مشاكل هتحصل، وهنا بقى انا بقول ايه. قطعا في الجو اللي احنا فيه ده والظروف اللي احنا فيها دي هيحصل توجيهات بقى للعقلانيه. يعني ما بقولش ان احنا شايفين ان ده صح وحقنا، واللوائح بتقول كده. لائحه اتحاد الكوره، اتحاد الكوره بيع ما لا يملك. لائحه اتحاد الكوره، لائحه وزير الرياضه كابتن طاهر ابو زيد بتقول كده. انا بس معيش ارقام البنود. لائحه اتحاد الدوري، انا اتفق معاك ان انا بس عايز اسال. انت عايز تعرف بقى التصادم. انت هقول لحضرتك حاجه، انت اكيد وانت قاعد مع كابتن حسن حمدي انتوا بتشوفوا طب ماذا بعد؟ يعني مثلا انا بعت الجواب، مش الطبيعي والمنطقي واللي بيتفرج عليا التلفزيون يقول لك صحيح ده انت عندك حق واحنا اسفين وبتاع وشرط البس ايه ب 3000 دولار ولا 4000، مش هيعمل كده يعني. لا، مش هيعمل كده. فهتبقى في خناقه. طب لو حصل خناقه انتوا هتمنعوا بث المباريات ولا هتذيعوا ارضي؟ طب افرض التلفزيون ذاع فضائي غصب عنك، طب انت هتذيع ازاي في السي بي سي؟ هتاخد الشاره منين؟ يعني عايزين نعرف انتوا هتعملوا ايه كنادي اهلي. احنا ماشيين قانوني في كل حاجه. والنهارده كان في جواب قانوني طالع للاتحاد الاذاعه والتلفزيون بكل الدلائل.
وبكل الصيغ اللي ممكن. احنا بنتكلم على حد واثنين وثلاث. يعني احنا بنتكلم على النهارده الحد. النهارده السبت. يعني حد واثنين وثلاث ثلاث ايام. احنا باعتين الجواب ده بكره الصبح. هيروح. وهنستنى الرد. مش هنسبق الاحداث. طب مفيش رد. في بقى ما ده اللي كنا قاعدين بقى النهارده عشان نعرف ايه البدائل ما لحقناش. يعني لكن مفيش في تصوراتكم بديل؟ لا لسه، ما انا بقول لك احنا النهارده كنا عايزين. كان في كلام انتوا هتسجلوا وبعديها مثلا ما اعرفش ايه وتذيعوا. ده ما هو ده من ضمن البدائل يعني. انا بقول لك السي بي سي صح؟ طبعا. السي بي سي والاهلي. والقناه الاهلي. يعني ان انتوا باعين كمان 41 مليون بقناه الاهلي. بقناه الاهلي. يعني مش حاصل ده انتوا 100 100 يا جدعان. طيب يا جماعه ده الراجل يعني مش هيكسب حاجه خالص. يا كابتن خالد هي الفلوس دي داخله جبنه. لا ما هو كلام مش منطقي يعني. بص ما يتفعله شركه المستقبل كلام غير منطقي بالمره. سؤال. ولكن غير منطقي ده يتحمله هو مش النادي الاهلي. مش كده يعني هو باع لك وبيع كمان ان بالشرط ان الاهلي يذيع. وبعدين في حاجه تانية، اذا كان الكابتن حسن حمدي له دخل في الكلام ده فيشكر على راسنا الخدمه اللي عملها للنادي الاهلي. بس طيب خلاص الراجل معاه فلوس كتير، هو حر وهو حر يصرف. اسالك سؤال. لنفرض حد من الرعاه الرئيسيين للنادي جه قال لك انا هدفع لك الكلام ده وحط اسمي. تمام. مش كده؟ تمام. افرض سي بي سي دي عاملاها دعايه، هم احرار. ما هو دعايه اكيد. هم احرار. هم حابين يكون معاهم الاهلي. هم احرار. انا في الاخر انا المستفيد. وانا اللي ماشي قانوني. ولازم الناس تحس ان احنا بنعمل ده عشان النادي الاهلي مش عشاننا. لكن انت شايف ان ده ليس تصعيدا ضد الدوله؟ لا خالص. احنا تصعيدا ضد الدوله احنا مدين. خلي بالك احنا من عرضنا ان احنا مدين التلفزيون المصري الارضي والاذاعه. على اساس ان الارضي حد بيتفرج عليه. الارضي والاذاعه. انت عندك ارضي؟ لا ما انا هقول لك حاجه. انت ما حرمتش الموظف المواطن البسيط اللي ما عندوش دش. صحيح. صح؟ في ناس ما عندهاش دش. على الاهلي اللي عنده بقى دش. هيتفرج على قناه الاهلي وهيتفرج على السي بي سي. وهل انت اديت لحاجه مشفره؟ لا ديتش حاجه مشفره. صحيح. فيعني انت مريح في القناه الثانيه وفي تمام. طيب هنطلع لفاصل اعلاني ونرجع نكمل حوارنا مع المحاسب الاستاذ خالد الدرندلي عضو مجلس اداره النادي الاهلي.